الدعوة للحب مع المسيح اتخطت شريعة العين بالعين والسن بالسن، وبلش الدرب القداسي مع يسوع إنك تحب يلي بيبغضك وبيضمر لك الشر. قبله كان الحب نسبة، حب يلي بحبك، إنما مع يسوع سقطت النسبية وصار الحب العلامي يلي بينعرف فيها الإنسان المسيحي. بهذا يعرفكم العالم أنكم تلاميذي إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. كنت أنا على الماشي بدأت أقول لك اليوم جملة قالتها القديسة تيريزا: حتى لو كانوا الناس يلي من حولك غير منطقيين وغير واقعيين وأنانيين، رغم هالشي هذا كله حبهم. والله معك.